صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول. جاء في كتاب الوقيت والجواهر مثلا، أو جاء في كتاب البحر المحيط لابن حيان، وجاء في تفسير ابن كثير، يعني استدلوا بهذا الحديث، استدلوا في هذا الحديث على أن عيسى مات. لكن يعني هذا الحديث قد يضعفه البعض. نقول إن الحديث الذي يوافق القرآن يستدل به، لكن القرآن قاطع واضح جدا، يعني لسنا بحاجة كبيرة للاستدلال بهذا الحديث أو بغيره، ما دامت الآيات القرآنية قطعية وواضحة في وفاة المسيح عليه السلام. لكن أريد أن أذكر أسماء بعض العلماء الآخرين الذين تحدثوا عن وفاة المسيح عليه السلام، مثل سيد قطب في الضلال في القرآن، يعني يذكر عند الحديث عن هذه الآيات أن عيسى مات. إذا النص موجود والنص صريح هنا في موت عيسى وبعثه، وهو لا يحتمل تأويلا في هذه الحقيقة ولا جدال، هذا النص. نعم، في الجزء الرابع في الطبعة السابعة أو في النص الثاني. وغيره يعني خلينا نذكر أقوال البعض الآخر، مثلا محمد الغزالي في بعض هذا نص سيد قطب في ذل القرآن، هذا ممكن. والنص صريح هنا في موت عيسى وبعثه، وهو لا يحتمل تأويلا في هذه الحقيقة ولا جدالا، صفحة 435، هذا موجود في الجزء 13 طبعة السابعة. فأيضا من العلماء محمد أبو زهرة، هذا من شيوخ الأزهر، أبو العينين، أبو العينين كمان، هذا في بتصور أبو درام، لا أذكر ذلك. كتاب المسيحية لأحمد شلبي ذكر كل هؤلاء وهم كثيرون جدا، يعني ليس عالما ولا عالمين الذين يتحدثون عن وفاة المسيح عليه السلام. يعني فالقضية أصبحت شبه منتهية. وقلنا مرارا إذا عدنا إلى القرآن الكريم وإلى نصوصه الواضحة القاطعة فلن يعود هناك إشكالية كبيرة في هذا الموضوع. طبعا إذن هناك أثبتنا بأن القرآن الكريم ينص بشكل واضح وصريح على وفاة عيسى عليه السلام. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلى اتباعي. الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت بكلامه لوفد نجران بأن عيسى أتى عليه الفناء. يعني الكثير من علماء السلف والخلف قالوا بوفاة عيسى عليه السلام. بس خليني أذكر بعض الفقرات اللي كتبها أحمد شلبي، يقول أما جمهور المفكرين المسلمين فيرون أن عيسى بعد أن نجا من اليهود عاش زمنا حتى استوفى أجله، ثم مات ميتة عادية ورفعت روحه إلى السماء مع أرواح النبيين والصديقين والشهداء. وقد ورد النص برفع عيسى، مع أن روحه سترفع بطبيعة الحال لأنه نبي، يقول وقد ورد النص برفع عيسى تكريما لمكانته بعد التحدي الذي واجهه من اليهود، فذكر الله نجاته ثم مكانته التي استلزمت رفع روحه. وقبل أن نريد أسماء هؤلاء العلماء وأدلتهم، يجدر بنا أن نسوق ردودهم على أدلة الفوج الأول من العلماء الذين يرون أن عيسى رفع بجسمه وروحه. فهنا يذكر معنى رفعه ويستدل بآية قرآنية على أن الرفع هنا رفع المكانة. من الآيات التي استدل بها قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، والآية نرفع درجات من نشاء ورفعنا لك ذكرك ورفعناه مكانا عليا، يعني هذه الآية عن إدريس عليه السلام، يقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا، لم يقل أحد من العلماء إن إدريس في السماء وأنه سينزل بجسمه، مع أن النص واضح ورفعناه مكانا عليا، لماذا لم تقولوا إن إدريس في السماء؟ إذن القضية جاءت من المصدر يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبقول وإذن فالتعبير بقوله ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه كالتعبير في قولهم لحق فلان بالرفيق الأعلى، وفي إن الله معنا، إن الله معنا، أو الآية عند مليك مقتدر، وكلها لا يفهم منها سوى معنى الرعاية والحفظ والدخول في الكنف المقدس. إذن هناك يعني
علماء مثل أيضا الأستاذ عبد الوهاب النجار يقول أن عيسى عليه السلام أنه كان يراقبهم ويسددهم بالنصائح إلى وفاته. هناك الإمام الرازي، الإمام الفخر الرازي، يعني من التفسير الكبير، من أهم التفاسير. والإمام الفخر الرازي ليس من علماء اليوم، توفي قبل 1000 سنة. يقول في تفسير الآية إني متوفيك ورافعك، يقول أي منهي أجلك، ورافعك أي رافع مرتبتك، رافع روحك إلي، ومطهرك أي مخرجك من بينهم ومفرق بينك وبينهم، إلى آخر قوله. فبقول الرفع رفع الدرجة والمنقبة لا المكان والجهة، كما أن الفوقية في هذه الآية ليست بالمكان بل بالدرجة والمكانة. والآلوسي نفس الشيء، وهي ابن حزم، وهي محمود شلتوت، هذول كلهم بوردهم أحمد شلبي، دكتور أحمد شلبي. إذن برضو محمد جواد غني في التفسير المبين يقول وفاة طبيعية عادية كسائر الناس والبشر. يعني سينا شخصية مهمة جدا أيضا، محمد رشيد رضا في المنار بيقول أضاف بيقول عن النصارى إن مسألة الرفع بالجسم والروح هي في الحقيقة عقيدة النصارى، وقد استطاعوا بحيلة أو بأخرى دفعها تجاه الفكر الإسلامي. هذا قول من؟ قول محمد رشيد رضا. نعم. كما استطاعوا إدخال كثير من الإسرائيليات والخوافات. وفيما يلي بيقول نص كلام هذا الباحث اللي هو رضا، قول ليس في القرآن نص صريح على أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء، وليس فيه نص صريح لأنه ينزل من السماء، وإنما هي عقيدة أكثر النصارى، وقد حاولوا في كل زمان منذ ظهور الإسلام بثها في المسلمين. وهذا المراغي أيضا يقول، المراغي أستاذ مصطفى المراغي أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية، يقول بتفسيره يعني وأن التوفي هو الإمادة العادية، وأن الرفع بعده للروح، وإني مميتك وجعلك بعد الموت في مكان رفيع عندي كما في إدريس عليه السلام. ف يعني ممكن إلى ننتهي فقط، يعني يورد أيضا قول محمد الغزالي في هذا الموضوع، بقول محمد الغزالي أميل إلى أن عيسى مات، وأنه كسائر الأنبياء مات ورفع بروحه فقط، وأن جسمه في مصيره كأجساد الأنبياء كلها، وتنطبق عليه الآية إنك ميت وإنهم ميتون، والآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وبهذا يتحقق أن عيسى مات. ويضيف ومن رأيي أنه خير لنا نحن المسلمين، وكتابنا القرآن الكريم لم يقل قولا حاسما أبدا أن عيسى حي بجسده، بقول خير لنا منعا للاشتباه من أنه ولد من غير أب، وأنه باق على الدوام، مما يروج لفكرة شائبة الألوهية فيه. خير لنا أن نرى الرأي الذي يقول إن عيسى مات وإنه انتهى، وإنه كغيره من الأنبياء لا يحيا إلا بروحه فقط، حياة كرامة وحياة رفعة الدرجة. وأنتهي بقول إلى أني أرى من الآيات التي أقرأها في الكتاب أن عيسى مات، وأن موته حق، وأنه كموت سائر النبيين. طبيعي الشيخ محمد الغزالي يقول ذلك لأن الشيخ محمد الغزالي يهتم بالقرآن ويعود إلى القرآن، يعني من ضمن كتب الشيخ محمد الغزالي كتاب له اسمه نظرات في القرآن، يقول إنه لنسخ في القرآن، وقد نظر كثيرا في كتبه وهي كتب مهمة ومفيدة، أنه خير لنا أن نعود إلى القرآن وأن نلوذ بالقرآن، ولأنه ضعف بعض الأحاديث قامت القيامة ضده من قبل المتشددين في تصحيح الأحاديث الضعيفة والموضوعة. جزاكم الله أحسن الجزاء. مشاهدينا الكرام،
الجماعة الإسلامية الأحمدية لم تنفرد بأي عقيدة لم يقل بها علماء السلف والخلف من قبل، بل أثبتنا في هذه الندوة وفي هذا البحث مع أستاذنا الباحث الإسلامي هاني طاهر وفاة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من الأدلة القرآنية القطعية ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال علماء السلف والخلف. جزاكم الله أحسن جزاء وإلى لقاء آخر، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.